الديمقراطية المباشرة هي نوع من الديمقراطية اللي من أقدم الأنواع متاع الديمقراطية ومن أسهل الأنواع متاع الديمقراطية اللي فيها المواطنين يصوتوا مباشرة على القوانين، يعني ما يمثلهم حد كما في الديمقراطية التمثيلية، هما وحدهم ياخذوا القانون ويقراوه ويصوتوا عليه. يعني هذه الديمقراطية اللي صارت من الأول في الإغريق وفي اليونان، ومن وقتها طوروا طرق أخرى متاع الديمقراطية لأسباب تقنية، لأنه الديمقراطية بالطبيعة المباشرة في وقت ما فيهش الانترنت ما تتنجمش تطبق على عدد كبير من المواطنين، ما تنجمش تلمهم في بلاصة ويصوتوا برفع الأيدي كلهم مع بعض. نجموا نعتبروا الديمقراطية المباشرة هي كيما الديمقراطية التمثيلية، أما في بلاصة برلمان في 217 كيما اللي كان عنا، عندك برلمان فيه 10 ملايين تونسي، الناس كل تصوت على القوانين. يعني هذه المشكلة اللي تبقى في هذايا هي فقط مشكلة تقنية، هكا ولا كيفاش باش تعمل 10 ملايين واحد باش يصوتوا على قانون؟ المشكلة التقنية هذه تو ولا عندها حل اللي هو الانترنت. يعني احنا شفنا النواب حتى في وقت الكورونا ولاو هما بطبيعتهم عندهم تطبيق ويصوتوا عبر الانترنت، يعني كان هما عندهم تطبيق حتى احنا نجموا يبدا عندنا تطبيق على التليفون بتاعنا ونصوتوا مباشرة على القوانين. لهم قارين اكثر منا، لهم يعرفوا اكثر منا، كلهم مواطنين عاديين النواب الكل، ما فماش علاش ينوبونا، نجموا نصوتوا وحدنا ونقراوا القوانين ونصوتوا. برنامج متاع قيس سعيد حتى لتوا اللي شفته هو مازال ما خرجش، وعد باش يعطي اقتراح متاع قانون، ولا باش يعمل لجنة، ولا باش يكون مجموعة باش تخدم على مقترح قانون انتخابي. ما فيهش ديمقراطية مباشرة، هو ديمقراطية تمثيلية معناها تقليدية، مش تقليدية يعني هي مختلفة على التمثيلية اللي عنا توا حاليا في تفاصيل، لكنها تمثيلية. يعني ثم انتخابات، ديمقراطية مباشرة ما فيهاش انتخابات، ما تصوتش على عباد، تصوت على قوانين، تصوت على قرارات، تصوت على نصوص مش على عباد. في الموجود توا حاليا بالترسانة القانونية والدستورية اللي عنا، أقرب حاجة للديمقراطية المباشرة هي المنظومة متاع الاستفتاء. يعني احنا في الدستور متاعنا عنا الاستفتاء، الاستفتاء هو ديمقراطية مباشرة، الناس تصوت مباشرة على نص قانوني ولا دستوري ولا غيره. معناها اللي باش يعملوا قيس سعيد يمكن باش يكون فيه قسط من الاستفتاء، لكن في المشروع اللي هو مهيكله الى حد الان ومركز اكثر على اللي يسميه هو الديمقراطية القاعدية. يعني هو ديمقراطية تمثيلية، لكن التمثيلية فيه تكون يعني الضوابط متاعها مختلفة وعندها أهداف أخرى، وواحد من الأهداف متاعها اللي هي فيها تكون أكثر تمثيلية من الديمقراطية اللي عنا توا بالدستور متاع 2014. حسب رأي المجتمع التونسي جاهز كما معظم مجتمعات العالم. هو شنو اللي صار في 10 سنين متاع الثورة؟ كما قال قيس سعيد غروا بنا وعبلنا الديمقراطية اللي ناس كل تعرفها فاسدة، اللي هي الديمقراطية التمثيلية اللي هي منقلة على الديمقراطية متاع الغرب، يعني أوروبا وأمريكا وغيره. احنا في الوقت هذاك نعرفوها فاسدة الديمقراطية هذيك، وبالأمارة في الوقت اللي احنا عملنا فيه الثورة متاعنا قامت ثورات أخرى اللي ديما يحكي عليهم زاد قيس سعيد في العالم الأجمع على الديمقراطيات متاعها، هاك الموفمون اوكيباي وول ستريت، اوكيباي البلدان الكل، بوديموس وغيرهم، كلهم قائمين على انه الديمقراطيه التمثيليه اللي هما عايشين فيها بكل بساطه ما عادش تمثل. احنا كي عملنا الدستور متاعنا في 2014، الانتخابات اللي بعدها طلع لنا سليم الرياحي عنده تقريبا الكتله الثانيه في البرلمان، عادي؟ ماهوش عادي. يعني احنا ما زلنا دستور جديد نظيف، يقولوا احنا دستور امريكا قديم وفيه ثغرات وما يتصلحش وغير، ما زلنا كي عملنا دستور يطلع لنا سليم الرياحي، ما عملنا حتى شيء باش ما يطلعوش
يعني عباد اللي هما الهدف نتاعهم الوحيد هو الاستيلاء على السلطه. يعني الدستور نتاعنا كان فاشل ومش هذيك الديمقراطيه اللي لازمنا نعملوها، ورغم هذا عملناها. يعني توا بعد 10 سنين التوانسه فاقوا وانتخبوا قيس سعيد على هذاك كما بقيت شعوب العالم، اذا هما حاضرين للديمقراطيه المباشره. الديمقراطية المباشرة عبر الانترنت كما اللي نحكي عليها انا ما تكرسش العروسية، لانه الشعب التونسي كل برلمان واحد، يعني الناس كل تصوت على القرارات كل. انت في سيدي بوزيد تحب تعمل مشروع التنمية متاع سيدي بوزيد، مش البوزيدية برك يصوت عليه، الشعب التونسي كل يصوت عليه. يعني الناس كل تشارك في القرارات متاع الناس كل، يعني كيما توا حاليا، لكن بطريقة اللي ما تتطلبش تمثيلية، ما تتطلبش انتخابات، ما تعطيش انت يعني كما يقول بالمصري صك على بياض العبد 5 سنين باش هو ياخو قرارات في بلاستيك اللي هي عمرها لا تمثلك. ثم شكون يقول اللي الديمقراطية المباشرة تشجع على الشعبوية البوبوليزم، يعني هو العباد اللي تجيب أفكار شعبوية وتحب معناها توصلهم وتولي العباد تاخذ الأفكار هذيك وتنتشر وتولي مثلا ثم خطر على الأقليات، ثم خطر على الحريات، وثم خطر على الحوايج هذه. أنا حسب رأيي اللي يعمل الشعبوية ماهيش الديمقراطية المباشرة، اللي يعمل الشعبوية هما السياسيين اللي هما عندهم أهداف سلطوية ويستعملوا في الديمقراطية المباشرة. خد ديما ياخذوا مثلا المثال نتاع سويسرا في الأمور هذه، كيفاش في سويسرا منعوا الجوامع ولا السمعة نتاع الجامع، باش يكونوا دقيقين. في سويسرا للأسف النظام نتاعهم ماهوش ديمقراطية مباشرة بحتة، عندهم زادة برلمان وعندهم زادة مجالس أخرين، والهدف متاع السياسيين اللي يعملوا في الشعبوية هي أنهم ياخذوا كراسي في المجالس هذيك. كي تنحي أنت الكراسي تتنحى الشعبوية معه. ما فماش ضمان أنها تنجم تنجح، على خاطر كما قلت هذه نوع جديد ما صار في حتى بلاصة. باش نكونوا رواد في العالم الأجمع الديمقراطية المباشرة عبر الانترنت، صاروا بطبيعة يعني في مؤسسات معناها تتحط المنظومات هذه في مؤسسات صغيرة في تنظيمات صغيرة، لكن في بلاد كاملة عمرها لا صارت. يعني ما فماش ضمان كلي أنها تنجح، لكن الريسك اللي باش ناخذوه كان ننجحوا باش تكون نتيجته قويه ياسر. ومن شيرة اخرى، توا احنا تعدينا بمرحله اللي عملنا فيها دستور تقليدي فيه الثغرات والفساد اللي نجموا نشوفوه في بقيه الدساتر والبلدان الغربيه الكل، وفشل. وتوا احنا في مرحلة مع قيس سعيد اللي هو باش يقترح منظومة متاع ديمقراطية تمثيلية مغايرة اللي تصلح بعض الحاجات وبرشا حاجات اخرين ما تصلحهمش، كما مثلا مشكلة المال السياسي اللي هي حسب ما ريت تو المشروع باقي ما يلقالوش حل.